قوم من بني سلمة رضي الله عنهم انتقلوا إلى المدينة وكانت منازلهم بعيدة، فانتظروا وتحينوا حتى خلا بجوار مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم مكانا، فتنادوا انتقلوا فتحولوا إلى المكان وقربوا. فالحبيب ما هنأهم بقربهم من المسجد، هم قربوا يبون المسجد، فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني لو أن أرضكم بعيدة كتبت الآثار والخطى. فقالوا: ما وددنا أن تحولنا، يا ليتنا ما شدينا جنب المسجد، وبقيت كفارة الذنوب خطوة ترفعك حسنة وتضع الأخرى فتحط عنك سيئة. تصور لو بينك وبين المسجد 1000 خطوة، يعني كل ذهاب للمسجد 1000 حسنة وكفارة 1000 سيئة، اضربها ما شاء الله في 5. وإذا كان صلاة جمعة بكر، إيه، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها. الله، هذا كامل بالخطوة الواحدة، الخطوة، وذلك على الله يسير. الله يا أخي، كفارات ونعم، الحمد لله. ولهذا بعضهم يقول: والله ما أصلي للمسجد بعيد. يا أخي احمد الله أن المسجد بعيد، والبعد تراه وش، الحمد لله أن بين كل مسجد ومسجد مسجد 500 300، اي والله خله كيلو، اي والله خله. المساجد كثيرة نحمد الله ونثني عليه، لذلك أيضا جتنا أمس رسالة، واحد مسكين بجوار، هو فقير ويعرف الجيران فقره، ويمكن ليس من يعني هو من بلد عربي، يقول: لأنني يعني تغيرت جنسيتي ما يعطوني شيء، وهم يرونني جار وفقير. يا أحبابي، إذا جار وفقير ومسلم أخذ الحقوق كلها، له حقين، حق الجيرة وحق الإسلام، ثم هو فقير. فلا بد نتفقد. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، ولا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره.